جلال ما تزعل، بس هذا اللي عم تعمله اسمه قلة عقل وولدني. ايه لا تطلع فيني هيك، ما بدي اتفسلك عليك، بعرف انه القصة صعبة كتير كتير، بس شو نعمل؟ هاي حكينا مع خالد وقال خلص بتنحل بسيطة، فالتكسير والتخبيط هذا والله ما له داعي. بعرف بس مو بإيدي مرات، مو بإيدي. انت بتتخيل شو ممكن تحس انك عم تقضي عمرك تدفع ضريبة شيء انت مالك يد فيه؟ انا عم ادفع ضريبة حظي السيء، مسخرة والله مسخرة. لا والشي المضحك انه الانسان الوحيد اللي بتحلم انك تعيش معه ما بتحسن تصلى. لور بتقلي انا بحاجتك، لحم انت حاسس باحساس الشلل شي مرة؟ انا مشلول. شي بيضحك، ضحك مرات ضحك، لا تطلع فيه هيك، عن جد شي بيضحك. تعرف مرات انا حبيت الموسيقى لانه هي الشيء الوحيد اللي كان يحسسني بوجودي. شوف الطلة هاي هي روح.